كثير مرات بيجيني انتقادات وأنا عم بحكي عن أنواع دفاعات معينة، بكون بحكي فيها عن دفاع بخص موقف معين، فممكن مثلاً الدفاع يكون مطلوب منك أنك تغطي وجهك شوي أكتر، بيجي الواحد بنط لك بقول لك ما أنت فاتحة بطنك بتنضربي، أو بكون مثلاً موقف تاني بكون مطلوب منك تغطي شوي بطنك أكتر، بيجي واحد بقول لك خواصرك مفتوحين بتنضربي. يا عمري يا حياتي، ما هو أنت كمان لازم تكون واعي لشغلة كتير مهمة واضح أنك أنت مش كتير فاهمها. ما في أصلاً دفاع واحد بحميك من كل أنواع الضربات إلا إذا أنت كنت أخطبوط وعندك 8 إيدين ومتخبي وراهم. هل بحياتك عمرك شفت 2 بيلعبوا مع بعض على الحلبة واحد فيهم ما انضرب بالمرة؟ ضروري تكون واعي إنه كل دفاع من هاي الدفاعات بخص موقف معين مؤقت خلال الفايت، لكن بالمجمل بشكل عام كل فن قتالي اجوا جماعته حكولك خود استعمل هذا الدفاع، وهذا الدفاع هو اكثر واحد راح يقدر يحميك حسب متطلبات هذا الفن القتالي. لكن برضه ما تفكر انه هذا الدفاع راح يقدر يحميك من كل انواع الضربات. واذا مش مصدقني جيب الدفاع القوي تبعك وحطه وجيب خصم وخليه ضله يضرب فيك وانت ما تتحرك ابدا، ضلك محافظ على دفاعك وما تحرك ولا ايد ولا رجل ولا تحرك ولا اشي، وشوف اذا هل انت فعلا محمي من جميع الاتجاهات او لا. طيب هلا كيف انا فعلا بقدر احمي حالي من اكبر قدر ممكن من انواع الضربات؟ ببساطة بطريقة استخدامك لكل أنواع هاي الدفاعات اللي أنت تعلمتها، وشطارتك أنت وسرعتك أنت في حماية حالك وسرعة بديهتك وخبرتك. الخلاصة إنك تعرف تتفاعل مع مختلف المواقف اللي بتنحط فيها بأفضل طريقة.